السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك تحل مشكلة اثبات الهوية بالنسبة لقناتك على اليوتيوب، او بمعنى صح ازاي توصل للميزات المتقدمة بما يسمى الاهلية لاستخدام الميزات المتقدمة على قناتك على اليوتيوب؟ المشكلة دي بتواجه ناس كتير جدا، رغم ان حلها بسيط بس في ناس كتير ما بتعرفش تحل المشكلة دي. فانا قلت انزل بالفيديو ده لان المشكلة دي واجهت بعض القنوات او اخواتي اللي بيتابعوني وما عرفوش يحلوا المشكلة دي، فانا قلت انزل بالفيديو ده عشان خاطر الاستفادة تعم على الجميع، وعرفك ازاي تحل مشكلة الاستخدام للميزات المتقدمة، او حل مشكلة اثبات الهوية بالنسبة للميزات المتقدمة. طيب عشان ما نطولش كتير هعلمك ازاي تحل المشكلة دي، بس بقى استاذنك لو انت اول مرة بتشوفني ما تنساش تنزل تحت الفيديو تدي اللايك الجميل والاشتراك للقناة وشير وفعل على قد ما تقدر عشان خاطر الفيديو ده يوصل للجميع والمنفعة تعم على الجميع ان شاء الله باذن الله. يلا بينا نسمي الله وندخل في الموضوع على طول. يلا بينا يا شباب. قناتي انا هطلع منها وهدخل على قناة يعني من الناس اللي يعزوا علينا اخواتنا وحبايبنا يعني، تمام. القناة دي عندها المشكلة دي، لو دخلنا واجهتها وبعتت لي القناة وانا باذن الله ربنا يقدرنا على حل المشكلة دي. طبعا استخدام الميزات المتقدمة دي حاجات مهمة جدا يا شباب بالنسبة لقناتك، تمام. دلوقتي دي قناتي، دي القناة اللي معانا اللي هنحل عليها المشكلة، وهنيجي هنا وهتضغط على الاعدادات. ركزوا يا شباب وهرجع بصوت دي كده. يبقى انت هتدخل عندك على الاعدادات، تمام، وهتيجي على حاجه اسمها القناه. هل هتيجي على بقى الاهليه لاستخدام الميزات، وعايز جميع القنوات تركز يا جماعه معايا في الفيديو ده، لان الاهليه لاستخدام الميزات ده حاجه مهمه جدا ومشكله ممكن تواجهك، وخاصه وانت بتيجي تفعل الربح على القناه. الكلام ده والله العظيم ممكن تواجهكم في مشاكل، فانتوا ركزوا معايا والحاجات دي فعلوها بدري بدري. طيب اول حاجه الميزات العاديه دي سهله بتتفعل بسرعه. الميزات المتوسطه برضو هي لها كل حاجه لها تفاصيل، يعني انت حضرتك ممكن تضغط على كل واحده فيهم وتقرا التفاصيل، بس انا عشان الفيديو ما يطولش منه وما تملش منه وتقول انت بتلوك، فانا بحاول ان اختصر لك واحل لك المشكله الخاصه بالفيديو اللي احنا بنقدمه. نيجي بقى على الميزات المتقدمه. الميزات المقدمه دي كانت مكتوب من يومين كانت غير مؤهله، لان كان حصل مشكله. خد بالك انزل معايا كده، كانت صاحبة القناة يعني بعتت بطاقة تعريف. انت لما تيجي تثبت الهوية اولا يعني خلينا نعرف ايه هي الميزات المتقدمة. الميزات المقدمة هتضغط على مزيد من المعلومات هنا، ودي مهمة جدا. بصوا دي بتتكلم عن العادي والمتوسط والميزات المتقدمة. الميزات المقدمة ان انت ممكن تعمل طلب اعادة النظر، يعني في حاجات كده بتبقى مؤهلة ليك او بعض الميزات ليك في قناتك. مش عايز اطول، ماشي. طلب اعاده النظر في مطالبه كونتنت اي دي لما يجي لك مطالبه طبعا، ملهاش. تضمين احداث مباشر، يعني انت تضمن الفيديو بتاعك احداث مباشر للروابط خارجيه. تقديم طلب تحقيق الربح، ما تعرفش تقدم القناه المراجعه الا لما توافق على الاهليه الميزات المتقدمه. اضافه روابط خارجيه قابله للنقر، يعني مثلا تحط الروابط بتاعتك على الفيسبوك في اي مكان او في الوصف، في الوصف نفس الفيديو عشان خاطر ما يبقاش فيه مشكله ويجي لك انذارات على ارشادات المنتدى. وبعد كده المشاركات في المنتدى، اللي انت تشارك في المنتدى بتاعك. وطبعا دي ميزات جميله جدا، انت ممكن تقرا بقى مع نفسك يا برنس عشان ايه ما تملش مني. ونرجع بقى لوضعنا احنا والمشكله اللي احنا فيها وعايزين نحلها مع بعض. طيب هنحل دي المشكله دي ازاي يا شباب؟ معلش ثانيه واحده، ادخل على القناه. يلا يا حبيب قلبي، تدخل على القناه وتضغط على الاهليه. اي حد عنده قناة يدخل على الخطوة دي يا شباب ويشوفها ويعملها معايا من بدري بدري، ما يستناش لما يجي يقدم من القناة المراجعة ويحصل له مشكلة في قناته او يحصل له يعني ايه مشكلة. المهم يعني ركزوا بقى معايا يا شباب كده، في تركية هنا. ممكن تقدم طلب للميزات المتقدمة عن طريق اثبات هوية عبر الفيديو. لو حطيت هنا السهم هيقول لك موال بقى، وتثبت عبر الفيديو ويجيب صورة على وشك كده وتعالى يمين وشمال، ممكن يتقبل وممكن يترفض. ما بنصحش في الموضوع ده.
رغم ان انا عملته قبل كده كذا مره، بس مع احترامي يعني انا بقدم الموضوع ببساطه للناس، يعني الموضوع بيبقى صعب عليها. بطاقه تعريف سارح هنا هي عليها علامه سهم، يعني احنا بعتناها قبل كده وما تقبلتش، كانت صاحبه القناه بعتها قبل كده وما تقبلتش. تاخد صوره جواز سفر او رخصه قياده او صوره البطاقه الشخصيه بتاعتك، تمام، وبتصورها وش وظهر وبتبعتها هنا. وهي الاخت الكريمه صاحبه القناه كانت عملتها برضو وما جتش معاها سك. في حاجه اسمها سجل النشاط في القناه، ودي اسهل حاجه اللي هنعملها مع بعض دلوقتي ان شاء الله باذن الله. اول ما القناه تتقبل هقول لكم اتقبلت بعد قد ايه. يعني احنا النهارده في تاريخ ايام ربنا، انا بسجل الفيديو ده بتاريخ 11/3، ركزوا يا شباب، بتاريخ 11/3 شهر 3/11/2023. اول ما القناه تتقبل هتضغط استقدام، ركز بقى، هنختار اخر حاجه، دي اسهل حاجه ومفيش اسهل منها. طبعا دي باستخدام الفيديو، دي باستخدام البطاقة، لا احنا هنختار انشاء سجل النشاط في القناة. يعني حضرتك تكون مستمر في رفع الفيديوهات على قناتك ونشط على قناتك، ودي اسهل حاجة. هنضغط هنا انشاء سجل النشاط في القناة ونضغط على التالي. خلاص يا شباب، ونضغط على التالي. بيقول لك يتم حاليا العمل على انشاء سجل النشاط في قناتك، يجب مواصلة تحميل الفيديوهات وبث المحتوى المباشر والتفاعل مع الجمهور. يعني بمعنى صح استمر في قناتك. هندي هنا تم، ركزوا بقى، ايه احنا كده خلاص عملنا الحوار اهو، تعالى معايا اهو، خلاص احنا خلصنا الحوار، هنعملها تاني كمان مرة عشان انشاء سجل نشاط في القناة، ونضغط التالي، تمام. ويتم حاليا عمل على انشاء سجل نشاط في القناة، هقول له تم. خلاص يا شباب احنا كده طلبنا الميزات المتقدمة، واقول له اغلاق، تمام، واقول له اغلاق. احنا قدمنا الموضوع ده وعملنا الحركة دي وحضرتك تعملها، ما تستناش، اعملها بدري. اي حد بيشوف الفيديو ده ادخل الخطوات دي واعمل الخطوة دي على طول. ان شاء الله هرد عليكم، وهتجينا رسالة عبر الجيميل الخاص بالقناة دي هيقول لنا ان شاء الله باذن الله تم الموافقة على الموضوع ده. والموضوع ده يا شباب عايز استمراريه في رفع الفيديوهات، يعني كل يوم او كل يومين فيديو على الاقل، عشان خاطر يبقى فيه نشاط والموضوع يتقبل من اليوتيوب. انا خلاص عملت الفيديو وان شاء الله هكمل معاكم الفيديو اول ما يجي لنا الرد، ونطمن مع بعض عشان خاطر سواء بعد 24 ساعه 48 ساعه من لما يجي لنا الرد على الجيميل هعمل لكم، اكمل معاكم الفيديو واقول لكم تمت الموافقه ان شاء الله باذن الله. ورجعنا لكم تاني بعد اسبوع يا شباب، وهندخل على بعض مع القناة ونشوف يا ترى هل الميزات المتقدمة اتفعلت ولا لا. هنضغط مع بعض على الاعدادات، وبعد كده ندخل على القناة، وهنيجي على، وركزوا يا شباب، هي نفس القناة، اهي قناة اكلات الست ام احمد، نفس القناة يا شباب. وهنضغط على الأهلية لاستخدام الميزات، وزي ما انتم شايفين هنا الميزة اتفعلت، قعدت معايا اسبوع بالظبط يا شباب واتفعلت الحمد لله. ولو ضغطنا على السهم ده كده هيقول لك اهو تم تفعيل الميزة عن طريق ايه، ركزوا كده يا شباب، سجل النشاط في القناة، لان احنا كنا عملنا اثبات الهوية عبر الفيديو وبطاقة تعريف صالحة للبطاقة الشخصية وما تقبلتش، الاتنين ما تقبلوش. فاسهل حاجة انك تعملها عن طريق سجل النشاط في القناة زي ما شرحنا، ممكن تقعد معاك يوم يومين، بس هي الحمد لله اتفعلت معانا بعد اسبوع. فهو ده كان فيديو يا شباب، اتمنى ان تفعلوا الطريقة بكل بساطة. انتظرونا كل يومين بنزل بفيديو، مع خالص تحياتي، اترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.